في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تنظم هيئة البحوث العسكرية المعرض السنوي 13 للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2020، والذي يستمر حتى 6 أكتوبر الجاري ببانوراما حرب أكتوبر. وشمل المعرض جناحا للكتب والمجلات والموسوعات والإصدارات الثقافية والمخطوطات التشكيلية التي تناولت حرب أكتوبر، بمشاركة وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة وعدد من الهيئات والمؤسسات المدنية والصحفية ودور النشر المصرية، بجانب إصدارات هيئة البحوث العسكرية. كما ضم المعرض جناحا للأنشطة الفنية، ضم عددا من اللوحات الزيتية والصور الفوتوغرافية والماكتات التي جسد من خلالها طلبة الجامعات والمدارس المصرية أروع بطولات جيشهم العظيم في أكتوبر عام 1973 تحت إشراف قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري وإدارة المتاحف العسكرية وجمعية المحاربين القدماء وضحايا ومصابي الحرب. واحتوى المعرض على ساحات عرض مكشوفة للأسلحة والمعدات التي شاركت في حرب أكتوبر عام 1973 من كافة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والهيئات والإدارات. كما شارك بالمعرض جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واشتمل معرض ذاكرة أكتوبر 2020 على مسرح ثقافي فني لتقديم العروض الفنية والموسيقية والغنائية. حضر مراسم الافتتاح عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من طلبة المدارس والجامعات.